السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازم كتير الواحد بيلاقي نفسه مشترك أو مسطب برامج كتيرة جدا للتواصل. ده برنامج بيبقى فيه كل البرامج ديت، يعني بتلاقي فيه الـ AIM، الـ Bonjour، الـ ICQ، IRQ، الـ XMPP، جوجل توك، جروبايس. كل البرامج دي تقدر من خلال برنامج واحد. البرنامج موجود وأوبن سورس بيتجين اي ام، البرنامج مجاني، بتسطبه وتبدأ تشغل كل البرامج دي من خلاله. البرنامج استخدمته فترة طويلة لما كان الواحد بيستخدم أغلب البرامج ديت، بس حاليا الواحد يعني هجرها لبرامج أخرى.